السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة أول جزء من سلسلة تعلم مع حازم، وموضوع النهاردة 10 أسئلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نبدأ. السؤال الأول، ما هو تاريخ ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 14 شوال أم 13 شعبان أم 11 ذو القعدة أم 12 ربيع أول؟ والإجابة الصحيحة هي 12 ربيع أول. السؤال الثاني، ما اسم والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب، حليمة السعدية، سويبة جارية أبي لهب، خديجة بنت خليد. والإجابة الصحيحة هي آمنة بنت وهب. السؤال الثالث، أين ولد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة المنورة، في بيت المقدس، في مكة المكرمة، في مدين. والإجابة الصحيحة هي مكة المكرمة. السؤال الرابع، ما هو لقب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصادق الأمين، الصادق الكريم، الصادق السليم، الصادق الحكيم. والإجابة الصحيحة هي الصادق الأمين. السؤال الخامس، من هي الزوجة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم؟ عائشة، حفصة، خديجة، رقية. والإجابة هي خديجة. السؤال السادس، كم كان عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه جبريل بالوحي؟ 50 سنة، 30 سنة، 20 سنة، 40 سنة. والإجابة الصحيحة هي 40 سنة. ما اسم الغار الذي كان يتعبد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ غار البراق، غار النور، غار أحد، غار حراء. والإجابة هي غار حراء. السؤال الثامن، إلى من أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى قريش، إلى العرب، إلى بني إسرائيل، إلى كافة الناس. والإجابة هي إلى كافة الناس. السؤال التاسع، أي اسم لم يكن من أسماء أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ القاسم، إسماعيل، عبد الله، إبراهيم. والإجابة الصحيحة هي إسماعيل. السؤال العاشر، كم حجة حجها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 1، 2، 3، 4. والإجابة هي 1.